السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نقدم لكم فقاس بالفواكه المعسله وبالشوكولا، كيعطي كميه كبيره والمذاق كيجي اكثر من رائع. اول حاجه كناخذ 4 ديال البيضات، شوية ديال الملح، كأس صغير مملوء من سكر حبيبات، معلقة صغيرة من قشور الليمون، كيس ديال سكر فاني، كأس ديال الزيت، كنضيفو علبة ديال الفواكه المعسلة، كنخلطو مزيان باش الفواكه المعسلة كتفرق مكتبقاش مجموعة. كنضيفو الدقيق الأبيض تدريجيا، في الأول كنضيفو 3 ديال الكؤوس، كنضيفو معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات بيكين باودر، ما يعادل كيس ديال الخميرة، من بعد كنضيفو الكأس الرابع ديال الدقيق الأبيض، ومن بعد كنضيف الكأس الخامس تدريجيا، هذا هو شكل العجين ديالنا، ما كيكونش قاصح، كتكون رطبة. كنفرقها على 4 ديال الكريات،
وكنخدموها على هاد الشكل، ما تكونش غليظه، كنخليوها رقيقه حيت غادي تزيد تنفخ لان فيها خميره الحلويات. بعد ما قديناها كندخلوها للفران كطيب من التحت على نار هادئه باش ما تحرق ليناش وتطيب لنا من الداخل، ومن بعد كنشعلو عليها الفران من الفوق. ما كنخليوهاش تطيب بزاف باش ما كتحرق ليناش. يلا كتحمر شي شويه وكنخرجوها. من بعد كنقلبوها كنديروا لها الشكلاط. كندهنهم كاملين بنفس الطريقة، كندهلو الجهة السفلية، كندخلوها للثلاجة كتجمد، عاد كنخرجوها. من بعد كنقلبوها وكنديرو الشكلاط من الجهة الأخرى. ومن بعد كنديرو خطوط بالشكلات الابيض على هذا الشكل. وكنزينوها على هذا الشكل شكل الرخام. كيجي على هاد الشكل وكنخليو الشكلاط يبرد، عاد كنقطعو باش ما كيتهرس لينا الشكلاط. بعد ما برد لينا الشكلاط غادي ندوزو ان شاء الله نقطعوه بهاد الطريقة اللي غادي تشوفو في الفيديو.
نكمل القص ديالنا بالتقطاع، وان شاء الله نتلقاو في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال القص ديالنا بالفواكه المعسله. كنتمنى يعجبكم، وان شاء الله نتلقاو في فيديو اخر. ما تنساوش اللايك والاشتراك وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب، وشكرا على المشاهده. الى اللقاء في فيديو اخر.